اهلا بيكم في حلقة جديدة من هجرب واقولك. النهاردة هنجرب كل جديد من كي اف سي ومن ماكدونالدز، فيلا بينا نشوف. هنجرب ساندويتش اسمه ايه؟ اول حاجة هنجرب ماسترد برجر من ماكدونالدز، لسه نازل جديد. تعال نشوف بيقول ايه. ده بسعر 75 جنيه ساندويتش بس مش كومبو. انا جاي اجرب الساندويتش، انا عارف البطاطس بتاعته والبيبسي عادية جدا، بس لو جبته من الابليكيشن هتجيب معاه ماكفيز سبرايت، في منه نوعين بالفراولة وبالبلو باشن، انا جبت بالشغف الازرق. هو جه شكله كده، مش عارف هو مقلوب يعني، ده شكله مش جاي معاه رابنج ولا اي حاجة من فوق، عليه خس وتقريبا مستردة ومايونيز وشريحة طماطم وبرجر، ومن تحت مفيش اي حاجة خالص. انا بصراحه مش متفائل بطعمه، حاسه هيبقى عادي جدا، هو الصوص كمان قليل من فوق. فتعالوا نشوف. انا لقيت خياره مخلله، تعالوا ندوق. بصراحه انا حاسس ان انا باكل ساندوتش مش من ماكدونالدز. هو العيش قطري وفريش، بس البرجرايه مش على قد الساندوتش، البرجرايه شكلها اصغر، مش عارف هيبان عندكم ولا لا، بس يعني البرجرايه يعني في حته في الساندوتش فاضيه فمش كبير، انا مستغرب بصراحه. وطعمه الماسترد مش طعمه مش باين خالص، طعم المايونيز باين، يعني هو مايونيز كتير قوي، فانا مش عاجبني صراحه، فما انصحكوش تجربوه. دلوقتي هنجرب السيفن اب بلو باشن. انا دايما بطلبه من غير تلج، علشان لو هاخده تيك اواي او حاجه او يجيلي دليفري، وبعد كده احط انا التلج عشان ما يجيش التلج سايح، فدي فكره حلوه بعملوها. ده شكله كده لونه ازرق، تعالوا ندوق. هو قديم مش جديد، بس انا كنت بجيب دايما الاستروبري، ما جربتش البلو باشن ده. تعال ندوق طعمه عامل ازاي. طيب هو غالبا في حاجه غلط، لان هو طعم 7 اب عادي جدا، حتى مش مستطعم طعم الباشن فروت او طعم حاجه مسكره حتى، فممكن يكون في حاجه غلط. ف مش عارف ده طعمه هو كده ولا اللي عمله كان فيه مشكله او ما حطش زياده او ايه، مش عارف. طب بصراحه كده ماكدونالدز قلشت منه المره دي. الماستر برجر ده يعني اكني عامله في البيت، ولا في طعم ماكدونالدز ولا اي حاجه، طعم مايونيز كتير جدا، ومش مستطعم حتى المستردة ولا حتى الخلطه السريه اللي هم حاطينها دي. فيعني انا ما اجيبوش تاني، وما انصحش حد يجيبه تاني، وحش جدا. نيجي للي بعد كده، كي اف سي. انا جايب منه حاجتين. اول حاجه الكي اف سي اللي بالشطه والليمون، جايب منه سناك بوكس كده عشان ادوق طعمه، عشان لو وحش ما البس فيه. تاني حاجه دخلت عندهم لقيت ساندوتش كبير 3 ادوار، قلت بقى اما اشوف ايه حكايته، وزي في الصورة ولا شغل اعلانات. جاي معاه مناديل شوك وكاتشب. انا دايما لما بجيب اي حاجة من كي اف سي ما بحبش اجيب بطاطس، لان البطاطس بتاعتهم وحشة جدا، فبجيب بدل البطاطس كول سلو. فلو انت بتحب الكول سلو، كي اف سي بيعمل الحركة دي، ممكن يبدل البطاطس بكول سلو او العكس. تعالوا نبتدي بالشطة والليمون. العيش مش طازه كالعاده، فده طبيعي بتاع كي اف سي. حطوا لي بطاطس، البطاطس بتاعتهم مش حلوه زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. انا كل ده طالع جماعه، مش حد يقول لي ان في حاجه هنا. ده شكل القطعه بتاعت كي اف سي، عليها كده من فوق توابل، فاتوقع هي العاديه السبايسي، وحاطين فوق توابل شطه وليمون. بصراحه خيبه اميري، انا فكرت البريدنج كله بطعم شطه وليمون. تعالوا ندوق. طيب هي بصراحة طعم الفراخ حلو قوي ومش مزيتة، وطعم البريدنج اللي بره كرانشي وبيقرمش، بس التوابل اللي حطينا توابل شطة وليمون بتاعت الكيس الشيبسي، فيعني بصراحة أنا كنت فاكر الخلطة كلها معمولة بشطة وليمون فالطعم هيبقى عالي. حطينا على البريدنج من بره كده رشينه، يعني باين عندكم المفروض. ف تجربة مش حلوة، ما جربهاش تاني الصراحة. تعالوا نجرب الكول سلو. بصراحة أنا بحب الكول سلو بتاع ماكدونالدز. ماكدونالدز إيه؟ بحب الكول سلو بتاع كنتاكي. أنا مش عارف هما ليه مش بيحطوا جزر كويس، يعني هو الجزر أغلى من كرومب ولا إيه؟ يعني مش عارف. بصوا عاملين إزاي، يعني في فتافيت جزر. بس هو طعمه حلو صراحة، يعني الكول سلو بتاع كي إف سي مميز جدا. ونيجي لآخر حاجة، الساندويتش اسمه ايه؟ مونستر. ونيجي لاخر حاجة للمونستر ونيجي لاخر حاجة للمونستر ساندويتش.
نفسي يكون زي الصورة. أنا عارف إن هو مش زي الصورة. واو، أول مرة أشوف كنتاكي عامل ساندوتش كبير كده. ده شكله من جوه، العيش مبدئيا مش طازة للأسف، وفي خس ومايونيز وعليه قطعة كده من زي الستريبس بس يعني كبيرة شوية، وبينهم جبنة وقطع ستريبس تاني وقطع ستريبس التالت، وفي مونستر صوص تحت، أعتقد ده سبايسي، فأنا متحمس له الصراحة. ده شكل الساندوتش. بصراحة أنا مش عارف السندوتشات دي بتتاكل إزاي، يعني في قبل كده شفت ساندوتش فيه 5 أدوار أو 6، هنحطه في بقه إزاي؟ فهنفتح كده فتحة كبيرة عشان ناخد كل الطعمات اللي جوه. يلا بينا. ده شكل من جوه، بصراحة طعمه حلو جدا. النهارده كي اف سي متميز جدا صراحة، مش الطبيعي بتاعه ان هو يجي الفراخ مش مزيتة والبريدنج ما يبقاش كده طري، لا مقرمش وحلو، والفراخ نظيفة جدا والزيت قليل قوي. بس انا حاسس ان هم نسيوا حتة جبنة في النص، حاسس ان هم نسيوا حتة جبنة بين الفراخ التانية والتالتة، حاسس الجبنة سنة قليلة، لو زيادة تبقى حلوة قوي. بس المجمل ساندوتش تحفة، احلى ساندوتش عجبني النهارده. فنختصر الحلقة، ساندوتش ده احلى ساندوتش عجبني. تاني حاجة عجبتني بعديه الكي اف سي اللي بالشطة والليمون. اخر حاجة الساندوتش اللي هو ماسترد برجر، بصراحة وحش جدا، لو عملته في البيت هيبقى احلى من كده. وكده وصلنا لاخر الحلقة، اكتبوا لي في الكومنتات لو انت جربت اي حاجة من اللي جربناها النهاردة وايه رأيك فيها. وبس كده، سلام.